الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاربعاء 22/11/2023. واخيرا وبعد سؤالنا المتواتر عن التوقعات اللي كان اخره امبارح بالليل مع دكتور مختار غباشي، الكل السياسيين كلهم توقعوا قرب هدنه يوافق عليها الجميع، واخيرا وافق الأطراف على هدنة 4 أيام للإفراج عن الرهائن من وجهة النظر الغربية عشان يسوقوا لشعوبهم إن هم بيعملوا هدنة ليه، ولالتقاط الأنفاس ومن أجل الأزمة الإنسانية الطاحنة من وجهة النظر الفلسطينية العربية أيضا. يعني أنا أتمنى أنه الهدنة ديت زي ما قال الرئيس النهاردة في الكلمة اللي أدلى بيها أمام القمة الافتراضية لمجموعة الـ20 بالهند، واللي دعا إليها ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أنه تتسارع الإجراءات اللي هي بتصب في خانة الحياة وخانة السلام علشان يبقى في وقف لإطلاق النار دائم ويبقى في حقوق الفلسطينيين نبتدي نناقشها، إلا على رأسها الدولة المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ بقى قرارات مجلس الأمن وأرقامها معروفة قبل كده أهمها 242 اللي بتنص على هذا الأمر. يعني موضوع الهدنة في مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن والشغل بقى بتاع الإسرائيليين بتاع كل ما تزوده كل ما نزود يوم والكلام ده، طبعا من المعروف انه الجيش الإسرائيلي هو اكتر من يريد التقاط الأنفاس عشان يرتب نفسه، لكن هذه هي إسرائيل، سياسة حفة الهوية واللحظات الأخيرة، وتعمل نفسها هي اللي دايما مش موافقة وهي اللي دايما طلبوها تعززت ودايما توافق، يعني العالم كله بيترجاها بقى عشان توافق، لكن الحقيقة خلاص إسرائيل يعني لم يعد لديها أي حياء للوجه بعد كل الفظائع التي ارتكبتها. والحقيقة إنه من أيام مسبحة دير ياسين في أواخر الأربعينات ومرورا بقى ببحر البقر وحروب غزة، الفظائع لا تنتهي وهي متواترة، ولكن الموقف المرة دي أسوأ ما يكون. وزي برضو ولتعلم إسرائيل أنه زي ما القوى الاستعمارية الغربية نفضت إيديها ممن كانوا يحاربون لها بالوكالة مثل الانتهاء من استخدام المناديل الورقية وقذفت بهم إلى سلة المهملات، فسيأتي اليوم الذي تدفعون فيه ثمن كل هذه الجرائم من كل لحظة سلام ومن كل شعور زائف بالهدوء ومن كل نوم متقطع ومن كل ما تشعرون أنه بهجة أو سعادة، لأن الله ليس بظالم، وما تفعلونه بالفلسطينيين العزل الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في إجرامكم ولكن لهم كل الحق في أراضيهم، لن يمر مرور الكرام ولن يسمح الله بأن تهدأوا يوما. وأنا أتحدث إلى الفصيل المجرم العسكري الإرهابي بما فيهم المستوطنين اللي تجرأوا وتجاسروا أن يحملوا سلاحا ليس من حقهم، 31,000 مسدس للمستوطنين يقتلوا به الفلسطينيين ويروعوا به النساء والأطفال. اوعوا تفتكروا إنه الله سايب الأمور كده، يعني خلقها وسابها تمشي روحها، أبدا. ولا منطق القوة ولا منطق الإجرام ولا منطق الكيل بمكيالين ومنطق المكياج، خليني أستخدم الكلمة الرائعة دي في التعبير عن إجرامكم،
أن تظهروا للناس بمظهر أمام الميكروفونات وأنتم تبثون أخس الدسائس وتخططون لأقصى أنواع وأشرس أشكال المؤامرات والإبادة الجماعية. ربما لا يستطيع السياسي أن يقول ما أقول، لأنه سياسي في الآخر يحاسب بتوازنات ما بين الدول، لكن إحنا بنقول لكم بشكل صريح لن تفلتوا بجرائمكم. ومش هقول ابتدوا قبله، لأن أنتوا بتقابلوا من دلوقتي. اللي بيشوف مشاهد مطار بن غوريون والفلسطينيين اللي بيتهموهم أن هم السبب، أنتوا بتطحنوهم، لكن المطار مليء بمشاهد الهرب اللي وصل الرقم إلى 500,000 يهودي غدروا إسرائيل من 7 أكتوبر. ليه؟ لأنهم يعلمون تمام العلم أن هذا الوطن محكوم عليه بالخراب، لأنه لم يرضي الله، وعلى رأي سيدنا أنبا أرمية لما قال لم يوجد شعب على وجه الأرض أو لا يوجد شعب على وجه الأرض أغضب الله كما فعل اليهود. الهدنة دي هتكون فتحة خير، وهتكون بداية لهدوء في فلسطين وفي الدول العربية، وإن شاء الله تكون بداية محاسبة ليكم على كل جرائمكم. النهاردة هنناقش ما حدث في القمة المصرية الأردنية بالقاهرة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله ابن الحسين، وترحيبهم معا بهذه الهدنة من أجل المدنيين. والترحيب ده الحقيقة يعني على مستوى كبير قوي، الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية رحبت بهذه الهدنة ومعظم دول العالم. وحيكون معايا في الأستاذ عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، هيكون معايا كمان فقرة تانية عن الأسعار والموقف الحقيقي لإجراءات الحكومة من أجل محاولة الحد من انفلات الأسعار وزيادتها غير المبررة. هنشوف مع دكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة بني سويف سابقا والخبير الاقتصادي إذا كانت هذه الإجراءات كافية. انتوا عارفين أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بعزل رئيس جهاز حماية المستهلك من عدة أيام قليلة، وبعض الإجراءات من زيادة طرح الكميات، وإحنا كمان بنقترب من شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل المسلمين في مصر وفي العالم الإسلامي والعربي والعالم كله بكل خير. وطبعا ده يعني بيكسر فيه شوية مسألة الاستهلاك في السلع الاستراتيجية والسلع كمان الكمالية الخاصة بالحلويات وما شابه، فلابد انه يعني يكون ده متوافر في الأسواق. خلينا نبتدي في أخبارنا مباشرة بالخبر الأهم والأبرز لهذا اليوم، وهو استطاعة الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول لهدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس. وساطة مصرية قطرية أمريكية مكثفة نجحت أخيرا في التوصل إسرائيل وحركة حماس صباح اليوم لاتفاق لتبادل المحتجزين وإيقاف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 4 أيام. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحكومة صدقت على الاتفاق الذي يقضي بإطلاق سراح 50 من النساء والأطفال الذين تحتجزهم حماس خلال 4 أيام ووقف القتال خلال نفس الفترة. والبيان بيقول إنه كل 10 محتجزين إضافيين يمنح أمامهم يوم آخر من وقف القتال. وشدد على أن إسرائيل ستواصل الحرب لإعادة جميع المحتجزين واستكمال ما أسمته القضاء على حماس. من ناحية أخرى، حركة حماس قالت أن إسرائيل هتفرج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين بسجونها، هي معتقلة 12,000 يعني. وأوضحت أن الصفقة بتنص على وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية الإسرائيلية بغزة، وتتضمن السماح بإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلنية والطبية عفوا،
والوقود للقطاع. الحقيقة زي ما قلت لكم في الأول، إسرائيل بتعمل كده وتقول كل 10 قدامهم يوم وهي اللي هتموت علشان يبقى عندها هدنة 10-15 يوم عشان ترتب أوراقها وتشوفها تشحت من مين تاني أسلحة وتحطها فين وتصفها إزاي، إن هم خلاص مش قادرين يركزوا من كتر اللي بيطلع لهم زي الشياطين كده فجأة يقتل منهم ناس، سواء كان يدوروا على أنفاق يشوفوها فيروحوا مفخخين لهم النفق من الناحية التانية وقافلينه فينفجر بيهم النفق يموت 5. الدبابات والمدمرات نمر والحاجات دي حاجة في منتهى العجب، كان بيقال إنها مش قبل 200 سنة لما تخلص ولا يتم السيطرة عليها ولا تتحرق ولا تولع ولا تنفجر، انفجرت باللي فيها وخدت ناس كتير في وشها. الأسلحة الخفيفة والصواريخ والطيارات المسيرة ربكت إسرائيل بشكل كبير جدا. عن أبرز ما جاء في بنود اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حماس وإسرائيل هنشوف إنفوجراف لمارفل نيكولا، تعالوا نشوفه وناخد تليفون. طيب احنا معانا دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية والدولية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ايهاب وعلى جميع السادة المشاهدين. دكتور ياسر، يعني هل تخلت اسرائيل عن شرطها المسبق بان هي تحدد اسماء معينة كانت رفضته حماس للافراج عنها في هذه الدفعة، وهل هذه الهدنة التي ستبدأ من غدا بتشوف حضرتك انها يعني إسرائيل تحتاجها ربما أكتر مما تحتاجها حماس، ولا إيه رأي سعادتك؟ طبعا طبعا، هي إسرائيل خلال الأيام الماضية خسرت خسارة كبيرة جدا سواء من حيث الأموال الطائلة، لأن طبعا إسرائيل كل الشعب يعني كل المجتمع الموجود في إسرائيل بيتم تجنيده بشكل أو بآخر يعني. فطبعا كل دول انشغلوا عن أعمالهم، كان في تدمير أو الصاروخ الواحد بيتكلف يعني عشرات الملايين من الدولارات، حتى مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية ومع وجود الأسطول الأمريكي وعلى الرغم من الدعم من أمريكا اقتصاديا وعن طريق وإمدادها بالسلاح، لكن كل دوت لم يفلح في أي شيء، بل بالعكس يعني إسرائيل يعني وصلت لمرحلة من يعني لو كانت استمرت كان ده يعني يمثل خطورة كبيرة جدا، انتحار زي ما كانوا بيقولوا لها المحللين. طبعا بس الغريبة في الأمر يعني واحد زي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية أوبر جندلماني يقول لك حركة حماس رضغت في النهاية المطالب إسرائيل، يعني هم ما هو لازم هي التجميل المكياج الوهمي اللي هم بيعملوه ده، عايزين يظهروا نفسهم بصورة يعني الزعامة أو إن هم قدروا إن هم يقوموا بإنجاز لم يسبقه أحد. هو كل اللي عملوه إن هم السلاح والمركبات اللي موجودة عندهم وجهوها للصدر يعني أو للمدنيين وللأطفال وللنساء ضربا، يعني دي ما تعتبرش إنجازات، بل بالعكس دي المفروض إنها تحاسب عليها دوليا. بس اسمح لي يا دكتور، يعني تصرفات العيال الصغيرة بتاعت إن هم مثلا لسه قابضين على 200 واحد في الضفة الغربية علشان خلاص بقى احنا داخلين على صفقة تبادل أسرى فنقبض على كم 100 واحد، يعني هم بقى عندهم أكتر من 12,000 أسير في السجون الإسرائيلية، فيعني الصفقات ديت يعني أكيد حماس مش هو ده الموضوع الرئيسي، يعني مش دول 150 اللي هتنبسط بيهم ولا 10 اللي هيزيدوا،
مع كل يوم، لكن ده محتاجة صفقات بالألوف. والله يا إسرائيل بص، هي تجاوزت كل القوانين الدولية وكل الأعراف، والطريقة اللي هي أدارت بيها الموقف أو أدارت بيها الأحداث الأخيرة أثبتت إن هي ولا عندها قدرة سياسية ولا عندها رؤية أو فكر. المسألة يعني خارج إيديها تماما، بل بالعكس هو هيستمر الرعب من طوفان الأقصى دوت، هيمتد لسنوات طويلة. ما فيش حد هيقعد على الحدود مع إسرائيل، حتى على الرغم من أنها بتعمل عملية تجريف لشمال غزة وبتحاول أنها تعمل منطقة آمنة، لكن في نفس الوقت أثبتت المقاومة الفلسطينية إن هم قدروا إن هم يعملوا نقلة نوعية كبيرة جدا، قدروا من خلالها إن هم يعني اولا كل الاجهزه الامنيه ما قدرتش ان هي يعني يجي لها اي خبر او اي شيء ان هي تقدر ان هي تواجه المساله ديت، وكل انذار او استباق يعني. لا ده في صراع جوه الحكومه الاسرائيليه، صراع كبير جدا ما بين رئيس الوزراء وما بين. طب اسمح لي يا دكتور اسالك عن بند من البنود الخاصه بالهدنه، وبيتحدث عن حريه حركه الفلسطينيين بين شمال وجنوب قطاع غزه بشارع صلاح الدين. ماذا يعني هذا البند بالتحديد؟ هل يستطيع الجنوبيين ان يعودوا الى الشمال بموجب هذه الهدنه بدلا من الصمام المترالي اللي كانوا عاملينه اللي بينفذهم لتحت وما يطلعهمش لفوق ده؟ هو للاسف يعني في يعني ممكن يكون في اتفاقيات، لكن هي برضو بتضطر ان هي تحط لها قواعد امنية. هو اللي نقدر نقوله لإسرائيل او حاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها ان هيفضل يستمر المعاناة اللي هم بيعانوها طبعا طالما استمر الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. طبعا بشكرك. عايزين ان هم يحققوا السلام، لازم ان هم يعملوا الدولتين. صحيح. دولة اسرائيلية ودولة فلسطينية يكون عاصمتها القدس الشرقية. بشكرك جدا دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية والإسرائيلية، وطبعا احنا هنستفيد في هذا الحوار وهذه البنود الخاصة بالهدنة في فقرتنا الحوارية مع الأستاذ معالي النائب عاطف ملاوري. خليني أروح مع حضراتكم لإعراب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت فيه الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية بغزة وتبادل المحتجزين، وأكد الرئيس على صفحته الرسمية على فيسبوك استمرار الجهود المصرية للوصول لحلول نهائية مستدامة تحقق العدالة تفرض السلام تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع. أيضا استقبل النهاردة سيادة الرئيس جلالة الملك عبد الله ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمطار القاهرة الدولي، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات أكد خلالها الرئيس الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء ظروف دقيقة تشهدها المنطقة. وأيضا رحب الزعيمان بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة. تعالوا نشوف استقبال السيد الرئيس لجلالة الملك عبد الله ونرجع مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات. رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.
هذا وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع. كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقد غادر جلالة ملك الأردن عقب انتهاء المباحثات. جو بايدن الرئيس الأمريكي يشكر عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري لدوره القيادي في إنجاز هذه الهدنة الإنسانية. أعلن البيت الأبيض ترحيب الرئيس الأمريكي جو بايدن باتفاق الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، زي ما قلت لحضراتكم هم بيسموه اتفاق الإفراج عن المحتجزين، عشان المحتجزين دي تبقى كلمة الناس تتخيل منها ان ولادهم اللي كانوا عايشين في قطاع غزة هيخرجوا، لكن طبعا الاتفاق ملوش علاقة بالقصة دي، الاتفاق خاص بالرهائن اللي هم الرهائن الإسرائيليين اللي واخداها حماس. البيت الأبيض ينقل شكر الرئيس بايدن للرئيس السيسي على دوره القيادي في هذا الاتفاق وتأكيده أهمية تنفيذ جميع بنوده بشكل كامل. الرئيس السيسي زي ما قلت لحضراتكم في البداية وجه اليوم كلمة للقمة الافتراضية لمجموعة العشرين والمنعقدة اليوم وهي في الهند، ولكنها افتراضية لكن دعا إليها رئيس وزراء الهند. أكد الرئيس في كلمته أن الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي أصبحت أمرا لا مفر منه لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيا واقتصاديا ولخطورة هذا الموضوع. تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس لأنها كلمة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، أود بداية أن أعرب عن فائق امتناني لفخامة رئيس وزراء الهند على تنظيم هذه القمة التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي، ولعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا لهذه الانتقية التي نتحدث عنها. فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة. بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل، السادة رؤساء الدول والحكومات، إن ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري إنما تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم والتي تنعكس سلبا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية،
لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمراً لا مفر منه، ويأتي على رأس ذلك إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، ويضاف إلى ذلك إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على التمويل وفقاً لأولويات الدول النامية، فضلاً عن ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل. السيدات والسادة، لم يعد الصمت خياراً إزاء من دلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلاً لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسياً واقتصادياً. ودعوني أقول لكم أننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة الصدق مع الذات نحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة. وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بهود التنمية وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. وشكرا. دكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية بمجلس الشيوخ، مساء الخير يا فندم. مساء الخير ازاي حضرتك؟ اهلا بسعادتك. المشاهدين اهلا بسعادتك. دكتورة سماء، يعني كان في كلام شديد الوضوح في كلمة السيد الرئيس اللي كنا بنشوفها حالا، ومن ضمنه لم يعد الصمت خيارا ولم يعد السكوت والانتظار حلا لما قد يواجهه العالم من تغيرات جيوسياسية، يعني تفسير حضرتك لهذه الجمل ايه، وايه الدعوة اللي في باطن هذا الكلام بيقدمها السيد الرئيس للمجتمع الدولي ممثلا في العشرين اللي هم الاكبر 20 دولة؟ يعني خليني اتكلم عن مجموعة العشرين، ان هي مجموعة اقتصادية بتضم اكبر 20 دولة بتحقق تقدم اقتصادي، أيفا، وان هي بتضع سياسات الاقتصاد العالمي وبتحدد توجهاته. خلينا نتكلم عن ان السيد الرئيس يعني من خلال كلمته وضع يده على الازمه اللي بيمر بيها العالم بشكل عام، وخاصه طبعا الازمه الاقتصاديه اللي هي معنيه بيها مجموعه ال 20. والحقيقه ان فعلا زي السيد الرئيس ما قال، احنا ما نقدرش يعني لا نملك رفاهيه تاجيل العمل والمواجهه، وان التحديات فعلا فرضت نفسها على كل دول العالم. الحقيقه ان السيد الرئيس يعني نحن لدينا خطه تنميه ولدينا استراتيجيه مصر 2030، لكن هذه الاستراتيجيه وهذه الخطه وجهت بتحديات كبيره جدا ومعظمها خارجيه، سواء كان جائحة كورونا، سواء كان الحرب الأوكرانية الروسية، الأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤخرا كانت أزمة القضية الفلسطينية اللي أثرت على أسعار النفط ومن ثم على التضخم في كل دول العالم. الحقيقة إن هذا الوضع وصلنا إلى هذه الحالة جعل السيد الرئيس يدعو إلى ضرورة إحداث إصلاح هيكلي اقتصادي ومالي دولي. طب هل حضرتك بتشوفي انه بالفعل بنوك التنمية متعددة الأطراف عندها استعداد لتغيير سياستها وإصلاح التشويه الخاص بقدرتها على التمويل، مسألة الديون اللي هي معظمها لصالح هذه الدول العشرين، هل هيحصل فيها شيء؟ تقييم حضرتك لما قد يحدث بعد هذه القمة وبعد كلمة السيد الرئيس؟ هو الحقيقه اجابتي على سؤال حضرتك هي موجوده في متن الكلمه اللي تفضل بها السيد الرئيس اليوم، وهي استحداث اليات تمويل فعاله.
لتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة اللي يأتي على رأسها بنوك التنمية متعددة الأطراف. إن هي لازم تغير من آلياتها في مسألة الديون السيادية للدول، ويعني بما فيها الدول متوسطة الدخل اللي هي مثلا تدخل فيها تصنف مصري على أساس. وبالتالي السيد الرئيس في أكثر من مناسبة هو بيدعو من ناحية سياسيا لأن المجتمع الدولي يغير نظرته لإدارة الأزمات الدولية عموما، وأيضا استصلاح آليات جديدة لإدارة اقتصاد عالمي يسع الجميع دون الضغوط الخاصة بالتنمية بكل دولة على حدة اللي ترتب عليها ديون لم تعد العديد من الدول قادرة على سددها. أنا بشكرك يا فندم. وفي نفس الوقت مش قادرة تكمل خطة التنمية بتاعتها. بشكرك جدا دكتور سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية بمجلس الشيوخ، شكرا معليكي. والحقيقة النهاردة كان في أخبار عن أنه إيجيبت أن إنديا ديتش يو أس دولار، بمعنى أنه إن مصر والهند باتفاقهم على تبادل التجارة بالعملات المحلية بيخنقوا أو بيأذوا الدولار، وده حقيقة لأن الدولار أزينا كلنا وعمل لنا مشكلة، وكأن اقتصادنا ضعيف بسبب علو الدولار، وبسبب ان الاسعار لما بنستورد بالدولار، وبسبب انه تقييم الاقتصاد بيجي بالدولار والمؤسسات الدولية بتشتغل بيه. لكن الحقيقة مش كده، الحقيقة انه عندنا امل كبير في ربنا انه اتفاقات البريكس بين مصر وروسيا، مصر والهند، مصر والبرازيل، مصر وجنوب افريقيا، تكون مصر وروسيا بالعملات المحلية، وتقدر ان هي تخف من الاحتياج للدولار بالتحديد. الهيئة الوطنية للانتخابات اعلنت النهاردة انتهاء الاستعدادات لانتخابات الرئاسة بالخارج لتنظيم هذه الانتخابات اللي هتكون في 1-2-3 ديسمبر في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية وقنصلياتها. خارج مصر هتكون الانتخابات في 137 سفارة وقنصلية ب 121 دولة، والهيئة بتؤكد أن كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين يكون موجود خارج البلاد أيام الانتخابات، مقيم، مسافر لفترة بسيطة، كل ده يحق له التصويت في الانتخابات ببطاقته للرقم القومي أو بجواز سفره الساري المتضمن أيضا رقمه القومي. روح بعد كده لحفل دار الكتاب المقدس اللي أقيم بالأمس بمناسبة 140 سنة على إنشاء دار الكتاب المقدس في التقرير التالي لعزيز داود. لأن كلمة الله حية وفعالة، استقبلت الكاتدرائية المرقوسية بالعباسية احتفال دار الكتاب المقدس بمرور 140 عاما على بدء عمله بمصر، بحضور صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تاودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية. هذا يوم فرح أن نجتمع جميعا من كل الطوائف المسيحية والكنائس المسيحية في مصر، ونجتمع حول كلمة الله التي توحدنا وتفرحنا، ونحن نحتفل بمرور 140 سنة على بداية خدمة دار الكتاب المقدس في مصر. الله أعطانا كلمته المقدسة وقال لنا جميعا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، وكلمة الله هي بالحقيقة الروح التي تعطي الحياة لنا جميعا. عصفور واحد لا يصنع لحنا جميل، فقد شهد الاحتفال أيضا رؤساء الطوائف المسيحية بمصر، القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنباء إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران نيكوديموس الوكيل البطريركي بالقاهرة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، والقس ديريك جيفرس رئيس الاتحاد الدولي لدور الكتاب المقدس وقيادات الدار بمصر. فترجمت كلمة الله ونشرها وطباعتها وتوزيعها هو عمل من شأنه أن يعرف الناس بوصايا الله وتعاليمهم وتلمذتهم كما أوصانا السيد المسيح،
لا نستطيع أن نحصر أهمية الكتاب المقدس في حياتنا في نقاط كثيرة. استهتموا كلمة الله بأبعاد حياتنا المختلفة اهتماماً كبيراً، فهي تعرفنا عن الله وتعلمنا التواصل معه وتعلمنا عن علاقتنا بأنفسنا وتعلمنا أيضاً عن علاقتنا بالناس، فتصل بنا إلى حالة من السلام والفرح الحقيقي. كلمة الله بذرة حية، قوة الحياة بداخلها، ولكن تحتاج إلى تربة خصبة وتنتظر فعل أمناء شغوفين كي تثمر. كلنا نتذكر مثل الزارع اللي الرب يسوع رواه: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يبقى الكتاب المقدس نور حياتنا، هو خريطة وصولنا إلى الفردوس، فالكنيسة هي المسؤولة عن تقديمه لنا وشرحه. عزيز داود ميسات. كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة مزيد من طباعة الكتاب المقدس والكتب اللي بتشرحه، وأرجوكم نفرق وإحنا بنختار وإحنا بنشتري ما بين الترجمة والطباعة والتوضيح والخلفيات والشرح الجغرافي أو التاريخي، وما بين التفسير، لأن التفسير في خطورة أنه ما يكونش تابع لكنيستك. إذا كان حضرتك كاثوليكي يبقى تفسيرك في عند الآباء الكاثوليك، إذا كنت قبطي أرثوذكسي يبقى لابد أن أنت تعود لآباء ما قبل الانقسام وآباء القرن الرابع اللي مليانة كتبهم بالمكتبات وعلى الإنترنت. المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بيعلن تصدير أول شحنة أمونيا في العالم، وده الحقيقة شرف كبير جدا لمصر. الدكتور مصطفى أنتبولي رأس النهاردة اجتماع لهذا المجلس لمتابعة ملفات عمل مهمة تتعلق بهذا القطاع المهم، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين. زي ما انتم عارفين ان هذا المجلس بيضم وزراء كثيرين الحقيقة. وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين خلال الاجتماع ان شركة فيرتي جلوب نجحت الايام الماضية في تصدير اول شحنة امونيا بالعالم، تم انتاجها في منشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع الشركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وده معناه أنها طاقة نظيفة ومنشأة بوسائل أيضا صديقة للبيئة وخضراء. ألف مبروك، ودايما يا رب مصر سباقة، وقبل ما يبقى الهيدروجين الأخضر ده أكبر حاجة بتدخل لنا دخل قومي. يعني آخر خبر، منتخب فلسطين بيشارك في المجموعة التاسعة اللي فيها لبنان، استراليا، بنغلاديش. يأمل الشعب الفلسطيني الصعود للمونديال 2026، كاس أسيا 2027، وهكذا لا تتوقف الحياة. نشوف تقرير أنطون إميل وتعليق صوتي جاسي مدحت، وبعدها نشوف بعد فاصل قصير يشرفنا ضيفنا الأول لهذا اليوم. خليكم معنا. لم تسلم الحركة الرياضية الفلسطينية في قطاع غزة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت على مدى 47 يوماً متواصلة من عمليات القصف الجوي والبري والبحري. استهدف خلالها كل شيء من بشر وشجر وحجر، وطالت حمم الصواريخ الإسرائيلية 15 منشأة ونادياً رياضياً، وارتقى خلال العدوان 11 رياضياً إلى مرتبة الشهداء، وتجاوزت خسائر القطاع الرياضي أكثر من 2.5 مليون. ورغم كل هذا يشارك الفدائي وهو لقب المنتخب الفلسطيني والذي يرمز إلى الصمود في وجه الاحتلال ولعب كرة القدم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها ليتحدى الحصار وجميع المعوقات. وبالوشاح والكوفية استهل منتخب فلسطين مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أمام نظيره لبنان بتعادل سلبي ليتحصل على النقطة الأولى. كان المنتخب الفلسطيني قد تلقى خسارة أمس من المنتخب الأسترالي
ورغم الخسارة قدمت فلسطين أداءً مشرفاً، وبهذه النتيجة يحتل منتخب فلسطين المركز الثالث في المجموعة التاسعة برصيد نقطة واحدة، بينما تصدر منتخب أستراليا المجموعة برصيد 6 نقاط. مشوار فلسطين في التصفيات حتى وإن كان صعباً لكن سيسعى للوصول لعرس المونديال وإدخال البهجة للشعب الفلسطيني التي فقدها، فسيسعى اللاعبون لرسمها مرة أخرى.